حبيبي وعيني. جودي برأيك ال وين شردتي؟ لا بطلع عليك. شو شردت؟ بطلع عليك. شو شردت؟ بطلع عليك. جودي برأيك اليوم البنت بمجتمعنا مفروض تربى من هي وصغيرة على أن هي تقاوم كل الـ كل الـ كل الإساءات اللي ممكن تعترضها بطريقة، ولا شو لازم تعمل؟ لا بلا، لازم من هي وصغيرة ينبهوا أهلها ويقولوا لا إنه الطريق الصح. لأنه إذا خلوها هي صغيرة راحتها هي ما راح تكون تعرف شو لازم تعمل لأنه هي صغيرة. مين اليوم بيقلك صح وغلط إيه ولا؟ هل بتعتمدي على رأيك الشخصي؟ ماما بالإس شو اسمها؟ سلام. ماما سلام. بتعتمدي على رأي ماما سلام؟ بتعتمدي على رأي إخواتك بالإس أو إس؟ هلا أنا بعتمد على رأي الأكبر مني مثل ماما الإخصائيين. بعتمد عليهم كتير شغلات، وكل شيء إنه بيكون عندي شك فيه بسأله إنه مشان ما أكون خطأ. روعة مين بيحط لك حدود حياتك اليوم؟ اليوم ما حدا. بابا ماما ولا روعة؟ روعة. بس روعة. بأي عمر هيك صرتي؟ هلا أنا من زمان جقرة. بس يعني أنت فيك تقول من عمر ال 22 مفروض. جودي انت اليوم موجوده بقريه اس او اس لرعايه الاطفال وبقيان شوي صغيره، ورح نطلع من القريه نروح على بيت الشابات. صحيح؟ صح. كيف حماسك لهي المرحله؟ هلا صراحه ماني متحمسه كثير. لا هي الانتقال صعب. مبسوطه يمكن. صح؟ بس هو الانتقال من اي مرحله أكيد. لاي مرحله اكيد صعب، أكيد بس صعب. كمان احلى وفيه هيك تحدي جديد. طب انا بدي اقول لك شيء، لحظه بدك تنتقلي انا وروعه راجعين معك، والله جايبين شنطتنا الاسبوع نايمين عندكم، تستقبلونا ولا تستقبلونا؟ لا طبعا تفضل. تستقبلونا؟ بدنا نجتمع فيها بعد ما تنتقل ونرجع نعمل معها مقابلة جديدة. لا ساعتها ما بدها مقابلة، ساعتها احضري شو عنا. طيب. انت بتعرفي شو اسمها بالاس او اس؟ ملكة المامونية. لأنه بتطبخ مامونية يا روعة، بتحكي فيها الاس او اس. انا كثير بحب المامونية. ايوه، فقلنا لعندك عزيمة مامونية ولا لا؟ قلنا عزيمة روعة، قلنا حناخد شي بإيدنا نحن، حتحكي لك شي شغلة ناخدها بإيدنا. بطبخ لك. شو بدي شو ممكن تعملي؟ شو أكثر أكلة بتحبيها؟ هي مو أنت ما جاي. ليش مو أنا؟ لحظة لحظة أنا وين بدلل كنت كثير أنا. طيب شو بتحب؟ نحن بنعرف شو بتحب. أنا شو بحب؟ رز بازاليا. أنا والله رز بازاليا. أوزي ولا رز بازاليا؟ لا رز بازاليا. خلص. وزبدية لبن هي شغلتي أنا. بتعملي رز بازاليا؟ طيب أنا لحتى أختبر مقدراتكم كسيدات وكصبايا حلوين، عندي لكم تيست كثير بسيط، بيطلب من الشباب يزودونا بالاغراض. نحن رح نختبر قدرتكم على هيك يعني الاهتمام بامور المطبخ، عملنا لكم تيست كثير بسيط. شكرا لك استاذ احمد. في هدول الكب كيك عندنا بدنا ناكلهم اليوم. وهدول الكب كيكات بدهم تزيين. مين فيكم او شو الخطه لكم تعملوا رح تزينوا كل هدول خلال مده كثير قصيره؟ إذا طلع بإيدكم طلع بإيدكم، ما طلع بإيدكم تكون تجيبوا لنا ثيابنا كمان. أيوة. أول شيء بدي إياكم تمسكوا تزيين، بدك تزينوا. أيوة بدكم تزينوا أنتم مع بعض، شو الخطة لكم تعملوها؟